عندي ورشة مهارات قيادة. ايه روح جيب لي دفاتر وقلم بسرعة. دفاتر وقلم بسرعة. يلا يلا. هدول دفاتر وهدول الأقلام. هاي الأقلام وهاي الدفاتر. يا الله وينه؟ فش ليكك. هاي الدفاتر وهاي الأقلام. خبنتا شو؟ اسمع. ايه طلع على البرندة ونظف الزريعة. ننظف الزريعة بسرعة. ايه يلا. قل تنظيف زريعة لك. شو بيعرفني بتنظيف الزريعة؟ شو ها حبانتا؟ هيك غلط. ايه اترك هاي اللي جنبها. هاي اترك هاي اللي تحتها. اترك هاي هاي اللي فوقها. معناته هاي اترك هاي. تعال عندي. طيب يلا. والله انا شايف ريقي. حب انت حب انت. ايه روح جيب لي نسكافيه. شو نسكافيه؟ ايه نسكافيه. يلا 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 يلا. اي واحد من هدول هو النسكافيه؟ هات لنشوف. حجرة بقرة اللي عمي عدل العشرة. 1 2 3 8 9 7 10 هذا هو النسكافيه. دا ويع. تفضلي. شو ها نسكافيه؟ شو نسكافيه حبيبي؟ هاو زهورات مو نسكافيه. ايه انا شو بيعرفني؟ بعدين النسكافيه تنعمل بكاسة مو هيك؟ ايه انتي ما علمتيني. انتي عاملة علي مديرة كل نهار وما عم تعلميني. اه يعرف دافني مالوني القيادة على أنها فن خدمة الآخرين من خلال تزويدهم بالتدريب والأدوات فضلاً عن الوقت والطاقة والذكاء العاطفي حتى يتمكن من تحقيق كامل إمكاناتهم سواء شخصياً أو مهنياً. حبانتو!